السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من أول وجديد. أناليتيكال كيمستري، إيه قصة بقى الأناليتيكال وإيه قصة الكيمياء التحليلية باختصار شديد كده؟ والله الأناليتيكال كيمستري دول ناس قرروا إنهم يحللوا المادة. طيب يعني إيه نحللها؟ قال لك التحليل نوعين. تمام، فأول حاجة هناخد الانترودكشن، مقدم إزاي بنحلل المادة. والتحليل نوعين، كواليتيتيف وكوانتيتيف. يعني ايه كلمة كواليتيتيف؟ قالك والله الكواليتيتيف ده معناها ان احنا هنتعرف على المادة دي. حلو، بعرفك خطوات معينة، تفاعلات معينة بيها المادة بتخرج مثلا لون، بتخرج مثلا غاز، بتخرج مثلا ريحة. من هو ده الكواليتيتيف، ان انا هتعرف على المادة من خلال تفاعلات معينة. طب الكوانتيتيف قال لك لا، ده التحليل النوعي وتحليلنا الكمي. سوري، يبقى كواليتيتيف هو التحليل النوعي، اما كوانتيتيف جايه من كلمه كوانتيتي اللي هو التحليل الكمي، ان انا هعرف كميه او تركيز الماده دي. فده اسمه الكوانتيتيف كيمستري. تمام، طيب ده شيء جميل، هو ده اصل الاناليتيكال كيمستري، ان انا اتعرف على نوع الماده. تمام، واتعرف على تركيز الماده. هناخد الانايونز والكاتايونز. تمام، ده نوع من انواع الاناليتيكال كيمستري، كل المواد السالبه نحللها وهو ده الانايونز، وكل المواد الموجبه نحللها وهو ده الكاتايونز. هنعرف ان المواد السالبه هم كذا جروب، زي الكربونات والبيكربونات، زي الصلفيت، زي الهالايد، زي النيتروجين، كذا جروبس. هناخد اساميهم والاستراكشر او الرمز بتاعهم، والاسيد ازاي بنحولهم لاحماض، والدراي رياكشن التفاعلات بتاعهم وهم في شكل باودر، والويت رياكشن التفاعلات بتاعتهم وهم في شكل سوائل. هناخد كل التفاعلات بتاعتهم ونذاكرها، ومنها هنعرف كده ازاي بنحللهم. تمام، وهو ده غرض الماده بتاعي. وقال لك والسبيشال تيست كمان، كل تيست فيهم ليه سبيشال تيست، او كل ماده فيهم ليها سبيشال تيست. وعلى فكره من خلال السبيشال تيست ده، تمام، هبقى عرفت الماده بتاعتي، وهو ده الكواليتيتيف، ان انا عايز اتعرف. قال لك ده انا ممكن اجيب لك ميكتشر، خليط من المواد، واقول لك حلل لي كل ماده فيهم ايه. تمام، يبقى ده كده الانايونز، ونفس الموضوع بالظبط في الكاتايونز، بس الفرق ان الكاتايون حاجات سائلة. تمام، فالشغل عليها بيختلف شوية، ان احنا لازم سيباريشن نفصلها الاول، بريسبتيشن نرسب الجروب بتاعنا وسيباريشن ونفصله، ونقول التفاعلات اللي بتكشف كل عنصر لوحده. يبقى الاناليتيكال كيمستري نوعين، كواليتيتيف بتعرف على النوع، كوانتيتيف بتعرف على التركيز، انايونز حاجات سالبه، كاتايونز حاجات موجبه. الانايونز كذا جروب، هناخد نيم الاسامي، هناخد قال لك السيمبل الرمز بتاعهم، وبعديها الاسيدز بتاعهم، وبعديها الدراي رياكشن تفاعلاتهم الجافه، الويت رياكشن تفاعلاتهم المبلله. قال لك وكمان زياده على كده كل الرياكشنات بتاعتهم السبيشال تيست، وقال لك ولو في ميكتشر خليط، والكاتايونز دي الحاجات الموجبه. نفس الكلام، بس الفرق ان الكاتايونز زي ما قلنا سوائل، وطالما هم سوائل قال لك لا، يبقى لازم الاول بريسيبيتيشن نرسبهم، سيباريشن نفصلهم، وبعد كده نعمل لهم تيستاتهم. ده الانايونز والكاتايونز.